بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لأبنائنا وبناتنا، وسعيا منا لأن تعم كافة أرجاء البلاد، واستكمالا لما هو قائم وتحت الإنشاء من مدن طبية ومستشفيات تخصصية ومرجعية ومستشفيات ومراكز طبية ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بتنفيذ ما يلي: مشروع مدينة الملك فيصل الطبية. مشروع مدينة الملك فيصل الطبية يخدم مناطق المملكة الجنوبية وبسعة 1350 سرير. يقع المشروع بمدينة أبها بمنطقة عسير، وبالتحديد على طريق الملك عبد الله شرق مدينة أبها. تبلغ إجمالي المساحة المبنية 388 ألف متر مربع تقريبا. تبلغ مساحة أرض المشروع 840 ألف متر مربع. مشروع مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية. مشروع مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية سعة 1000 سرير. يقع المشروع بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف. تبلغ إجمالي المساحة المبنية 388 ألف متر مربع تقريبا. تبلغ مساحة أرض المشروع 2 مليون متر مربع تقريبا. مشروع مدينة الملك عبد الله الطبية. يقع المشروع بالعاصمة المقدسة خارج الحرم المكي، وبالتحديد يقع بمنطقة الشميسي على طريق جدة مكة. يحتوي المشروع على 1500 سرير موزعة على عدة مراكز طبية. تبلغ إجمالي المساحة المبنية بالمشروع 481 ألف متر مربع تقريبا. تبلغ مساحة أرض المشروع 3.5 مليون متر مربع تقريبا. مشروع مدينة الملك خالد الطبية. مشروع مدينة الملك خالد الطبية بالدمام سعة 1500 سرير. يقع المشروع بالدمام على طريق مجلس التعاون الخليجي. تبلغ إجمالي المساحة المبنية بالمشروع 380 ألف متر مربع تقريبا. تبلغ مساحة أرض المشروع 700 ألف متر مربع تقريباً.